دعم بالصحة والسعادة والحب والصالح على الجميع إن شاء الله. قصة الكشكول الأزرق ده معايا من 30 سنة. خلاص أصبح الجمهور ومجرد ما يشوف الكشكول الأزرق بيتوقع إنه هو حيسمع الأغنية اللي عايزها. مذهلة ما هي بس قصة حسن، رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة. مذهلة ما هي بس قصة حسن. يعني السيارات قليل ما بنستخدمها. أولا أنا مغني مسرح، ما يمكن السيارة المسرح، لكن قديم كنا نستخدم السيارة بس ما كانت على روز ريس. حسب الأغنية طبعا، حسب الأغنية اللي توجه معي يشوف إن الموضوع يتحمل والله جمهوري مو راضي عني، بس انا يعني قلت خلي الشباب يعني ينبسطوا يعني. خلي يعني الشباب شوي ينبسط، بس جمهوري الجماهير اللي واقفة عليها خصوصا بعيدة الأول اللي كان شغلها وجميع طوال حياتي الفنية، فقالوا شيء عجيب عليك شوي وشيء حافظ أنا على المسرح التقليدية، المنظر المنظر التقليدي في التصوير الأعلامي. يعني إن كان كنا أصابنا الحمد لله، بس أنا يعني